ليه؟ هو الواحد عينيه تقلت ليه؟ اما اقوم اجيب لك حبايه عشان تصحصح. ده ايه النحس ده؟ ساعة ما تفرج الواحد يحل عليه النوم. خد يا حبيبي الحباية دي عشان تصحى. ايه دي؟ لمية؟ انا لما اخد حباية حلوة ما اخدهاش بلمية. ده انت عنتيل ما افتكرش. قوم بقى. على فين؟ ندخل. تابع حلوة. مش عاجبك رأسي؟ طول عمرك بتعجبيني يا روحي. كلامك زي السكر، يا ترى ناوي على ايه؟ ولا حاجة. طب أخبارك ايه؟ زفت بعيد عنك. الظاهر الواد رجب ده مصري أصيل، من يوم ما سرقته ولعنة الفراعنة محوطاني من كل ناحية، بخسر كل ليلة. قولي خليك تكسب على طول. ايه؟ هتعملي لي عمى بقى ولا ايه؟ لا ده انا هجيب لك محل احسن من المحل اللي كان عندك في خان الخليلي. يوه ما تفكرنيش بقى باللازم اضع. ده انا هفكرك وهفكرك ونص كمان. انما محل ايه يستاهل ايديك. تتكلمي بجد يا جلال؟ ورايح ادفع لك فلوسه بكره وامضي لك عقد البيع. انت ستة ما جابتكيش ولا ده؟ والفلوس جاهزه يا عينيا يا حياتي. بس على شرط. تحت امرك. مفيش قمار. لا 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 قمار ايه؟ ما خلاص. لا لا بس انا مش مصدق. بكره لما تشوف العقد في ايدك هتصدق. مش قصدي على العقد. امال ايه؟ الفلوس اشوفها بعناية. تشوفها بس. ماشي. قلنا ايه؟ ممنوع اللمس. ايه ده؟ مبلم كده ليه؟ لا المفاجأة اللي حسيتني يا روحي. أعدهم؟ أعدهم. ايه ده؟ انت مخوناني ولا ايه؟
كده بالظبط. لا انت مخوناني. هخونك ليه؟ دي فلوسك اللي هفتح لك بيهم المحل. طب عدهم. وتعدهم ليه؟ طب ما عدهمش ليه؟ مزاجي كده. لا دي مساله كرامه يا جلال. ايه ده؟ وايه دخل الكرامه في الفلوس؟ انا راجل عندي كرامه وما اسمحش لاي ست تروح تشتري محل ولا اقف زي الطرطور. وانا كمان ما اديلكش الفلوس عشان تروح تفرتك. هات الفلوس وبلاش فسلكه. اوعى. هات الفلوس. هات الفلوس يا جلال. اوعى. هات الفلوس يا سلام. ايدي. شغلتنا عليك يا سراج. عمري الشاي باقي. من يوم ما وزعت القدر والحمار رجع لوحده انشغلنا عليك. وزعت القدر؟ ايوه. انا ما وزعتش. تلاقي بقى الحمار هو اللي وزعه. ده حمار ابن جنية. كنت فين يا سراج؟ بتلطم انشراح. لك عندي حتة دين خبر، انما ايه بقى اللي هو؟ خير. فيه مكتب سفريات بيسفر العمال بر، وفيه واحد جارنا قدم وحيسافر. طب واني مالي؟ ده سافر زيه. ازاي يعني؟ تعرف مكان المكتب وتقدم وتسافر، شهر ولا اتنين تلم الفلوس اللي اتسرقت منك وترجع. دول بيدوا هناك فلوس كتير قوي. اروح. بس عايزين 60 جنيه مقدم. مروحش. اجيبهم منين يا حصرة؟ انا حدهم لك يا ابني. لا مؤاخذة ابو انشراح، ده انت حالتك تصعب على الكافر. هو انت لقيت اكل؟ صح، بس هتصرف. ازاي يابا؟ هستغنى عن مسعد. طب وشغلك؟ نبقى نأجر حماري تابو حسنين. عفرم عليك يابا. عم رضوان انت راجل طيب قوي، وانت انشرح بنت حلال. تبيعوا الحمار عشان واحد ما تعرفوش؟ بصراحة احنا حبيناك يا ابني. مش يمكن تسافر وربنا يكرمك وبدل الكارو تجيب لنا تريسيكل؟ يا سلام، على قد ما فيه ناس وحشة فيه ناس حلوة. الحلوين اكتر يا ابني. الظاهر كده. صعب علي الحمار. البركة فيك. بركة فيه؟ مش قلت هتجيب لنا معاك تريسيكلي لما ترجع من السفر؟ ربي كريم، لكن ده بان عليه كان بيحبك قوي. هو مين؟ الحمار. طب وين؟ أنا والحمار بنحبك. بجد يا رجب؟ بجد يا انشراح. أمال ما بتقولش ليه؟ كاتم في قلبي وخايف أبوحلك. خايف؟ من إيه؟ أنا فين وأنت فين؟ طمني يا ابني على ابني، ربنا يطمن قلبك. هيسافر وقتين؟ قول لي والنبي، صحيح هنسافر؟ ان شاء الله كلكم هتسافروا، والبيع هيقول لكم دلوقتي هتسافروا امتى. انا جبت الفلوس معايا ايه وعايز اسافر انا كمان. انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب. رجب ايه؟ رجب عبار. عبار؟ ايه، وانت تعرف عمك عبد البر؟ لا. رجب عبد البر من شباك الميمونه مش على الخريطه. ثانيه واحده اقول لسعاده البيت. كلكم هتسافروا من ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله 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 كل على الله. هم هيلاحقوا على مين ولا مين؟ يا رب يا رب، عشان المحراد والترسك. مع السلامة مستر ديكسان. مع السلامة. انت ايه اللي دخلك من غير ما اقول لك ادخل؟ ما تخرجش على باب ليه؟ متأسف معلش، عشان في زبون جديد عاوز يسافر. في ايه؟ زبون جديد عاوز يسافر. زبون جديد؟ دخله. اسمع، لا انا هخرب له. لحظة. اتفضل قدامي. بص يا سعادة البيه، تعال هنا. مبروك مبروك يا اصحاب الايادي العامله، مبروك. الباسبورتات بتاعتكم كلها خلصت. ميعادكم الساعه 12 هتسافروا، هتطلعوا فوق السطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طيارة هليكوبتر خاصة هتاخدكم على المطار على طول. اتفضل. يا سعادة البيه، أنا جبت الفلوس معايا ونفسي ابعد أسافر. عشان الريحة، ابعد عشان الريحة. أنا جبت الفلوس معايا وعايز أسافر معاهم. آسف، مع السلامة، مالكش مكان. وحياة عينيك يا بيه، خد مني الفلوس وسفره. ما تحاوليش، خلاص انتهى.
الناس انا عندي مصالح، الناس دي كلها جت قبلكم عن اذنكم. اتفضلوا. تعال انت. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. هو ده بتاعك. مبروك مبروك يا سعادة البيه. انا خدت وقت ليه؟ ما انا هقول لك. عقبال ما بعت الحمار بتاع الجماعي وجينا هنا فخد مننا وقت يعني. خلاص انت تاخرت، العمليه كومبلي انتهى. كومبل ايه بس يا بيه؟ طب انا جبت الفلوس معايا اهي، خدهم الله لا يسيئك. وبعدين معاك، وبعدين معاك، ده كتير كتير. طب اشيل منهم 30. تشيل ايه؟ تشيل ايه؟ بقول لك كتير اللي بتعمله فيا ده. تقول لي اشيل فوضى؟ كام دول؟ دول 60 جنيه. ما ادفعوش. اتفضل. والنبي لا انت واخدهم ومسفر، ريحنا ربنا يريح قلبك. لازم تحلفيني، كل واحد يدخل هنا يحلفني. شديد. استنى عندك. ايه ده؟ هي الحكومة مسافة يا رخره؟ ابو دومة رجعنا فلوس. اهي خد الفلوس. ابوس ايد الحكومة، ابوس ايديك يا بيه. ده انا ما صدقت انه خدهم، ده انا قعدت اتحايل عليها عشان ياخدهم. ده اللي بعت الحمار بتاع الجماعة علشان اسافر. سافر ايه يا راجل انت؟ خد فلوسك وامشي. ده نصاب. فلوسي يا نصاب يا حرامي، ده انا بعت عفش بيتي حرام عليك. انا قلت لك ايه؟ ده مستقبلي. ايه مستقبلك؟ فلوسي. ايه بس عايزين ايه؟ سيبوه يا اخوانا، سيبوهولي. ايه بس عايزين ايه؟ هو انا ناقص يا اخويا؟ ايه بس؟ وريحتي مش عاجباك كمان؟ خبرية يا استاذ مش كده معايا؟ ومسك لي جوزة فرنجي؟ ايه جوزة فرنجي؟ هو الحرامي. هو معايا معايا يا اخوانا. الضرب ده عليا انا، الضرب ده عليا انا يا اخوانا، مش عليه هو. جيت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح، بس انتوا طلعتوا كروديات بصراحة يا ابو الحاج. الواحد بقى متلخبط، الواحد ما بقاش عارف مين الطيب ومين الرضي. عندك حق يا ابني، الدنيا بقت دوكة، ما حد عارف ده من ده، مين الحلو ومين الوحش. شوفي شغلك، شوفي شغلك يا انشراح يا بنتي. تعيش وتاخد غيرها. يلا هنفضل ناخد لحد امتى؟ ايوه لحد ما نتعلم. كان نفسي اروح كتاب. وما رحتش ليه؟ طيب يبقى ازاي؟ زي كل اللي بيقروا. اللي زي حالاتي ما يقدرش يروح كتاب، يقوم من نوم الفجر ويروح على الغير، يهابر مع الارض والبقر لحد ما تغيب الشمس، يترمى على الفرشه لحد ما يطلع النهار، وهو كل يوم من دي لحد الواحد ما ينام النومة الطويلة. يا عيني علينا. اهو انت برضه ابوك قدر يعلمك لحد ما فكيت الخط، هم والباقي علي انا. واني لو كنت متنور كان بلبل الكلب ده قدر يضحك علي. ياما متنورين وبيضحك عليهم. طب ايه رأيك بقى اني سمعت عن واحد باعوا له القطر ومعاه الابتدائية؟ اللي زي ده بقى تلاقيه في الاصل حمار. سلام عليكم. على فين؟ مش عارف، لكن عايز اروح اي مكان اعيط فيه. تعيط؟ ما تعيط هنا. لا اصل انا لما احب اعيط اعيط من ورا الناس عشان ما حدش يشمت فيا. هو حد يشمت في حد بيعيط؟ مش كل اهل مصر بلبل يا سراج. القصد سلام سراج. اوعى تسافر من غير ما نشوفك. هسافر هب بايه وبلبل مديني بومبي زي ما بيقولوا اهل البندر. سراجب ايه وانشراح؟ اوعى تعمل في نفسك حاجه. ما اقدرش لاني ما بقتش ملك نفسي. امال ملك مين؟ ما تجرجرنيش، اني ما اقدرش اقول. ده كله ده ايه ده كله؟ سرايه مين دي يا بلبل بيه؟
دي صراية أخ حبيب كده زي عبد العال بيه حبيبي. إيه وأنا سمعت عنه قبل كده. رجب حبيبي يا رجب. تعالى ما أقولك، على إذنك يا عبد العال بيه. اتفضلوا. عايز أقولك حاجة يا رجب بيه، حاجة هتهبيلك خالص. ماني مهبول خلقي. لطيف. بقولك إيه؟ قول يا عامل الأسود. أهلا عبد العال بيه. أهلا بيك مرحبا. الزبون اللي معايا ده مسويه على الآخر. مسويه على الآخر. مسويه زي السوى اللي انت سويتهولي. خدت بالك؟ اهلا عبد بيه. اهلا بيك. اتقل كده وما تعملناش فضايح عشان تاخد فلوسك. تعالى اما اعرفكوا على بعض. عبد بيه حبيبي. اهلا مرحبا ولد العم. رجب بيه عين اعيان الفلاحين. امال مال هدومهم هلهله كده ليه؟ لا مش بالمظهر. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ امال انت حضرتك تطلع مين بقى؟ انتوا هتقفوا تتكلموا في الشارع؟ اتفضلوا جوه عند صاحبي. اتفضل اتفضل عبد بيه. تفضل رجب. يا عيني على العلالي والبهلالي. يا سلام ده الحلويات يا اخوان. ده ما شاء الله. يا سلام سلام. اتفضل. يا سلام يا سلام يا اخواتي. اتفضل يا عبد العال. اتفضل اغسل وشك ووضب نفسك كده. لا اتفضل انت الاول. لا ماني سبقت. سبقتني. يا لهوي يا خش يا اخوان. ده انت هتشوف يوم. معايا يا رجب. تفضل يا رجب بيه. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. جرسون شوف رجب بيه اشرب. تشرب ايه يا رجب بيه؟ عشرب لحمه في الغيط. ظريف. اتنين مظبوط بسرعه. ما قلتليش يا رجب عملت ايه مع الست بتاعت المعادي؟ ما تفكرنيش نحسن. اقوم اطبق في زمره رقبتك. الظاهر انك واخد على خاطرك مني قوي يا رجب بيه. عبد العالبي يا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خلصت مهمتك مع صاحب السرايا؟ صاحب السرايا. والله لسه. ما يلا بينا. على فين؟ تلاقيك ميت من الجوع. يا سلام على نصحتك ومفهوميتك يا سبولبول افندي. ده انت هتاكل كمام وبسبوسه وعطايه. ظريف. قهوة ولا شاي يا عبد العال بيه؟ أنا أشرب شاي تجيل زي الحبر. شاي حبر العبد العال بيه حبيبي. أهلا حبيبي. أهلا 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 وسهلا. علي ها؟ ده ليا أنا. عن إذنك يا رجب بيه يا حبيبي. عن إذنك يا عبد العال بيه يا حبيبي. حبيبي عن إذنكم أنتوا الجوز. على السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نرجس هانم. أنت فين؟ موجود يا هانم. امال ما بتسالش ليه؟ اهو شويه مشغوليات كده. مين اللي معاك دول؟ دول ده رجب وده عبد العال. الوجه البحري والوجه القبلي. و مين فيهم الكويس؟ رجب اللي على اليمين. يا رجب يا رجب بيت. ايوه. تعال يا رجب بيت. اقعد رايح فين للكوشه؟ اقعد يا خايل. أظن بقى المرة دي لا تقول لي أنا مرغم أصدقك ولا مضطر أصدقك ولا الكلام الفارغ الخايب اللي أنت بتقوله ده. قول لي عايز إيه وخلصني. إيه رأيك؟ يعني 10/10 بريفيكس. طب بقول إيه؟ أنا عايزك تروح معاها عبال ما أخلص على أخينا وأجيب لك القرشين وتجيب المحلات وتهويها. وأروح مع مع مع, مع الشغلات دي؟ آه. ربنا يستر وما يكونش هدري زي عريضة. عيب يا رجب يا حبيبي. ايه دي سانيوري. يلا يا عم. لا المرة دي يعني في السليم. طيب يا ست متشكرين. عقبالنا يا اخويا. بطل قهر يا اخويا. ورايا انت. لا المرة دي في البريفيكس قوي. مع السلامة يا رجب. شد حيلك. ايه عبد العال بيه؟ على فين يا حبيبي؟ ايه الحكاية يا ابو البلافندل؟ ايه؟ راحوا فين الولد دولم؟ يا جدع ربك ستار على عبيده. مش كنت انا ولا يا سيدي؟ ما تستعجلش الجايات اكتر من الرايحات. ما قلتليش. نعم. مين انت جاي مصر تعمل ايه؟ جاي اشتري باجور حرد. عبد العال. نعم حبيبي. الله يخليك. اهلا بالناس الحلوه. اهلا. اسمك ايه؟ ريري. ريري؟ وبقالك كتير في مصر يا ريري؟ بقالي كام يوم بس عدوا عليا زي ما يكونوا 200 سنه.
مصري كويس؟ مش عقدي نعرفها. اه يا شقي. وانت لسه شفت حاجه من الشقاوي؟ هنشوف. المايه بتبدا بالغطاس. يلا بينا. بعدين ده ايه؟ ما تتقاليش قوي كده، انا احسن انام منك. نرجس نرجس، هي فين الخاينه؟ انا لازم اقتلها قلبي من الشرف في نرجس. على فين يا راجل يا طيب؟ لا استني، كان عندي مشوار مهم وكنت ناسيه، افتكرت دلوقتي. السلام عليكم. ودي تيجي؟ اوعى تكون زعلت يا ريري عشان جوزي طب على غفل. ده حتى البيه ريحه خفيف، حد يزعل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما تقعد يا ريري، ريري صديق قديم يا فوزي. جوزك واقف. اقعد يا ريري. لا معلش، مرة تانية يبقى الواحد عامل حسابه ومستعد يعني. ودي تيجي؟ لا يمكن ابدا. انت تقعد وتاخد راحتك قوي 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 قوي، وكاني مش موجود خالص. كانك مش موجود؟ اه. ما انا هفهم حضرتك، انا هفهم حضرتك. اصلا انا كنت طالع عند الخياطة اللي في ايكم، وبعدين دخلت الشقة دي غلط، فالست هاني راحت كده يعني. السلام عليكم. انا فاهم انا فاهم. ما هما دايما زباين الخياطه اللي فوق بيدخلوا الشقه دي غلط. هو فيه خياطه فوق بصحيح؟ طبعا يا ريري. على خيرة الله. تفضلوا استريحوا. انت كان لازم تيجي دلوقتي. اسف يا حبيبتي. اسف يا حبيبتي. ده بيتاسف ليه؟ من حقها فعلا، كان لازم اعمل تليفون قبل ما اجي. تعمل تليفون؟ ايوه. تصدق وتأمن بالله؟ لا إله إلا الله. أنت راجل مطياب. وأنت إيه الهليلة اللي كنت عاملها دي؟ إيه ولما أنت بعرور يعني؟ كنت داخل بهليلة ليه؟ ده أنا اتجعست يا جدع. لا أبداً، ده عشان اللي ما تتسماش. مين؟ مراتك الأولانية؟ أيوة يا ستي. تصدقي إنها عايزة ذهبها ومصاغها كله النهاردة والنهاردة بالذات؟ طب ما تديهم لها وتخلص. أنا أقدر أشوفها تاني؟ ما أقدرش. لا إله إلا الله. طيب أستأذن أنا. مع السلامة. استنى عندك. في ايه؟ ريري بي ريري بي، ممكن اقصدك في طلب؟ تفضل. من فضلك ممكن توصل الذهب والمساغ بتاع طريقتي ليها؟ ما بلاش ريري بي، انت ربنا بعتك علشان تنقذني، ارجوك يا ريري بي. ما بلاش. انا مصر يا ريري بي. هو الذهب كتير؟ لا ابدا، ده شنطة صغيرة قد كده. شنطة صغيرة؟ ايوه. ما بلاش ريري بي، اعمل معروف، ابوس ايدك ابوس رجلك، انا خلاص كرهتها. ولما انت كرهتها كده هوت شال صورتها في جيبك لغاية دلوقتي ليه؟ ادي الصورة بتاعتها. مش دي صورتها يا ستي؟ اهي. عن اذنك نرجس. نعم. تعالي نحط لها شنطتها. حاضر. حط لها الذهب بتاعها. فكريني بالحكايه بتاعتي مع بلبل، كنت ابوس ايده علشان ياخدهم.
ويقول لي ما بلاش. انا طلعت مطياب بشك نهايته. يلا بالقلب الدماغ، هات العنوان. العنوان اهو، وخد ده كمان. ايه ده؟ اجرة التاكس. بس اسمع اوعى ما تجيش، ده انا حبيتك قوي يا ريش. واللي فند اللي ادخل لجوه ده فوزي. فوزي مسافر النهارده بالليل اسكندريه وهستناك. اوعى ما انا حاجه. يلا بقى بسرعه عشان ما تتاخرش.